الفاتحة.
العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم باب الوقف على أعراف الكلب وحاذر الوقف بكل حركة إلا إذا رمت فبعد حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع الوضم وقد تقضى نهي المقدما من قراءة القرآن تقدما أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه يوم الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوقف على أواخر الكلم. وحاذر الوقف بكل حركة إلا إذا رمت فبعد حركة إلا بفتح أو بنصب وأشر إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقطع نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة أبياتنا قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظهر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه ذوي الهدى. وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه ذوي الهدى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا.
اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وبيتا سوية، مردا خير محسن ولا فاضل، اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاة، وخير العمل، وخير العلم، وخير الثواب، وخير الحياة، وحق الممات، وحق فتنا وحقق إيماننا واخفر درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مسافرا الا سلمته ولا طالب علم الا وفقته ولا طالب علم الا وفقته ولا طالب علم الا وفقته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها وسرتها لنا برحمتك ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا القران اللهم احسن اخلاقهن وحسن تربيتهم اللهم علمهم ما ينفعهم اللهم زدهم علما وحفظا وبركة يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا جميعا ممن تجري لهم الانهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام واخر دعوهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن صحابته الكرام الذين آثروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كوزي مشيخي واهاتو مفندي واهاتو كاوكو ماريسو ميسا مويها عمسي زنغا ونجمازينو بعد موازينو هنغاني مفندي واهاتو hanyoti pia Mwenyezi Mungu mletusalimie ni muone insha Allah Taala kwezi wazee wa watu wa mji mtukufu wa Mbeni heze njema wikao nyu zifanya ne hamu ya hanyu ya ubirili ya mji wa hanyu harupa ni wa usweni kwezi mafundi watu watukufu kaondo wakaanzia mwe markazi yenu ولون من هاتورة تأثير مسيح رجيو جموس من القرآن كويزي مظلمنا وتكوف وبابا وهوانا ولوحم مركزين نخاصا دو وجمان حسباب دو وانا ووزاي وتكوف ونهات وتزاهد وتكوف نمتصوني يا تزاك السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Linu tasi mwengu ni mwe matasi ya furaha. Mwengu ni mwe matasi ya itu. Ya hatu harumji mtukufu wa Mbeni. Nane masiwa. Awura jarishuhuji yao. Uheya nyora. Zijozi walie harume masiwa ya kuyani. Amin.
أم يا أبو هذا أيه؟ قال لي من اليوم يزمو سبحانه وتعالى. قال لي من اليوم أخايا يدي أرفعني لي أزنة مزينة. سيسير كمزارو كاتم ريال رشاوي. لين دي أتصنعو كان عزلوا هرمتي أمدا ينو هرمم جي أمدا ون. نجيل شو دي رومو جي ما أمدا زين. أبو يشكر يا مانو ريشكر يا أم يزمو سبحانه وتعالى. Nasika jo kazene maika wa harifanyili yazo zozi ji hakuwa Bada abu ngarbe hauza shukra za hatu Harumwe mafundi wawe kika hundu wa risobesa Ukama tinaho Katejo kanga si wanazioni nge njerike mafundi Aungema mefanyishi hao lelo inti mara ya mwandu Chani ya numa gawekawe ya kazi wani mafundi Wekawo na imida mwenyezi subhanahu wa ta'ala wazichitiali zahao zatuwe da kure chasa unra wangu wazizingara amungia mga shukura mwenyezi mungu mshukure mafundi watu wao heze chitiali zahao rode mwenyezi subhanahu wa ta'ala ya rahimu wa hafa bango wenji mafundi watu ni mafundi wae mafundi watu wazingara zirubozi inu waloa mapini ya mifadho walona mu Nishukuri ya tena ya mafundi watu wakao mwaharamwe markazi hini neze markazi zinwa jina zinoho mjini munu wakao mwaharamwe jihadi harumazama zilozi ziro waranti heni shoranti nuwa kaletizo wanahatu kwa uona oratasi ramasihu jumu wa alimishe Qur'ani lelori jamanu hasibabu ne markazi imamil jazari ibnil jazari كما هو نجوم فارو على مركز رجينا إن شاء الله تعالى وهكذا يدرك الجموع على سينور الجمازينو سواليا هرموم جواهاتو نلباهو نداهولا نلونيا كامل إن شاء الله تعالى ونروح إلى المرق شكري لشكرية شكرا خاصة يا هم جوامبين هو هو نقرآن Au kaya zirwozi pia nafanyishi hao. Shake tina haja redire rani zirudi mu hapo kaya na jo kwa mjumu haidi wakati. Wafungulo harmo za Qur'ani, shaudo ukao mando harmo zibilia. Abanga wala mali kushukurie heze jeme kao kwa zifanyao riwatahe wazidi na hiyo hiyo hizo sala kajari ya waifanyao ujenda ya walinde atamabu tuakia ma. Rishukurie tena wababa hoana wakaondoa fanya zijitihadi warengo wana hao wajenda harmwe markazi wajiwasome Qur'ani na mjokaya zumazona malelo zitirongo za soju halelo za fanyishi halelo chenye ndita kufikia Mwenyezi Mungu cha baada ya kufanya jitihadi so nyangu rajwa kali ramvua awisi wana wanuzi bani isii emadhamana wao zibani wa hawabali ya madashiruni rasubuhi na magharibi hata wawasiliwa abala admari wa shukurie harumazame kaho nusu ya hatu ehamu hiyo kwa tinio ehamu hiyo kwa tinio nusu ya hatu kaho kwa tushida waelewa umuhimu wa ya Qur'ani harumu hayati wa wanadamu gerlo zake etivani rionese Qur'ani shino idini Mwosoni mwatu si wanadamu, khaso na sima isilamu, katejo rohamani. Qur'ani inunuru, iwali yao. Ya Qur'ani unuongo ofu. Ya Qur'ani inuhidaya. Ya Qur'ani linda lao. Izo pia mnyezi mwazi mungu harumwe Qur'ani. Inunuru. Turega mfano mzima. Narjuhu wanaru malaweni hatu. Ngamwishi yao. Enamno wanatuwa liyo. Kamwishoka wanawona hila. Na mnambe mwana mzima ya lungenzi ya he Qur'ani ya mtakisha ono malakoni. Na mnambe mwana mzima ya hifaze Qur'ani njo mwisho kange ina wana mahala wafanyo hila. Na mnambe. Deki nyume. Nyezi mwamba inu nuru. Hamu nuru ya saanjia. Harumashe fubacha he mwana. Hamu nge mpifadu yo. Hamu haini mzima dasi nafanyi haini jitihagi ya mwana hake ya lungenzi ya inu. Bainde nziye kao rahun duniani, ra akhira, faida mbukusu yona. Ok, inunuru.
يكي سنجار رشف قتل يوانا أبوي منا إن شاء الله تعالى يهرم هيريزي ويفاقيه نرجيت نراجع فنوامي نراجع إهرم زين يكون زهاد نوانغالية إما خفا في القرآن إذا نراجع زاو هيري كم جوه نيما ستاجع أرمو فيزي أرمو مال أرمو سياسي يو نيما فرمي كارتو يدا بودي إني وانرو ونوزر وزنونرو لما نقول لك أنا أقول 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 مريم شهودي وكايا هني كوا شهادة يا إيجازا يا حفظ القرآن هو بعوني مودا مريم سنا ممتوا وانو هارا بريزنتي كوموري هرما موسى دكا دكا كويتي وكا جبوتي وكا سوني إيه إذا متوقع إذا كان يجوا يفاجئ بعد إبو يفاجئ هاري هاري ريايو أبيك مانسيو إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أقلي يا حفظ القرآن يسيني جو دوبا ما تهرم سيان سينمات يزون رابو يزون رابو أبو قمبادا وكاو رنغو زيوا إكام وانزو كويلي يهداية إموانا هاو مدون ديزي قرآن متتاكسا ساتينا مواناتي فاجمها شهداية لكولي مردين بزميرا رويا فاكاسي مردين مدون ديزي هرمكولا هرمكوروزا فرانسينا تجينريني ندشيوني ندشيوني ياسومي قرآن كان كنا وكان حجر دفن كوروزا سايا هكذا نقول القرآن ما لداه. شو أنا بفهم مزمي شداء كاملين لقولي إلى مزمي رارو يا جل شيوني كردهم دون زي زبورزيري زفرنسينا أنجلينا مادينا فيزيكي ريدي حسارة أو كايا تلمني يا كمسي يا رجعوا كباتي يا رجعوا ولا وزا وفاني زو أبو وفاني وادون زو ولا هرم القرآن غاريونا وزا وسفيدي غاروني نمنا إفايدا يو okabano imwana kuhunro ipaki chatena karibunra ukaya tena mbugalo topi ya njema na akhlaki na mastehi ukawe zuri zuri taharu harmonsu mwatu ila auke tina hajale leha kwenji wanruwele uwe efe idahe Qur'ani indini harmu wana hatu ikari kundizaze rongozi inu wafidhalika faliyatana fasil utanafisuna awe karo nesayiru awala vima zirongozi inu rizimilie heze vuza hatu heze maliza hatu heze fikira za hatu katike mrundasi ujoji sami hakaka kamwengoni mwanu wajwa himila mwonje mama da zindu ikawe wa mali mwonjo irumia ikawe wa mvu mwonjo zirumia ikawe wa akini mwonjo irumia ikawe wa fikira mwonjo itoa chauti jivye nafasi okaya walae emarkazi ila walae madrasa ila ila ya fundi sharmini ila ya agwimu abudasi inde sadaka jari ya mtume sallallahu alayhi wa sallama harifumuli ya hamwe hadithu kaya mwengu ni mwezo nge kawe kabla wahu mdunia kakjohu bakia sadaka tun eni hali una ushindo neze mvuu zokosu kuwesho kanga kutulo betomani utojo sigara la pelu urede sidi watu shida wa behashe kadesha sima ikawa umru wa shidobe hetani ya sima abonji ya harmoni sadakatin jaria ikawa umru wa shidobe hebeni ya mtanga abonji ya harmoni sadakatin jaria so pia ikawa umru wa shidobe ya fundi mzima wanuwa binga mrengwezo wa manahari ya usenda wa msharaha abonji ya harmoni sadakatin jaria naamu uda usali mchumi sallallahu alayhi wa sallam wa yukaya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa allamahu أبو هاي من زمان داس يا سمع القرآن يا ربي يا سمع سا أبو من جوار من خيري يا بتوب صلى الله عليه وسلم يا يا أبو جابر كم برا حسون تبيا رسيد إذا جيت هذا زها روسي ومني جيت هذا كاوسي روسي فانيا أكو هرم ما بلا شو يانجو يان رسيد ويميليا بابانو لندل دالاو لندل شاويري لوانا نزكو بيان زها وانا هاتو kama tisha wengi rojina kati na ninu duwa nunziza enzia inu
ngajura majio malango ni wata wanamenyeha ikaka yafanya jitihadi yae mabara hiyo yani rarejezo asili ya watu wanatu wajenda kule sasa mwambie aliyemfanya sasa mwone sahani au samuelewa ni wapi wazi mlonati ni samuelewa kwa kweli ehe yao mnafanya huko au mnalimeleza rozi ni nishangilia haini mru ya kazi ulo bahamu usomese Qur'ani bawo mbrikavu harizinga la fungu ni chonchashi nalifaa nyezi na wezo haku haku haini mbrikavu nyezi mwa hamswani haini mbrikavu nyezi mwa hamswani hakansi harumazero ngonje mazindu umri astahikiri mbile hasonti pia umri astahikiri mbile zonti pia amunga ya munga mwanawe yunga inu ini nyumba yao wa mtima mwingoni mwao wanao mjini yaiunda hezi maliza hahe shahaba mimi kama mzee nyumba hii mizoka sana katini jaria ya hangu baada mtu hanza nyumba hii ni ikiye sana kajaria ukaze malinzi rumi ya upi yaizonga zendao chaka mzee juni bakia mauyu nenda akhira wa fi dhalika falyatanafasil tanafisuna Zero wezo kataka razizo ya mungu. Itongeza ataka wangu wa shangaya. Kwa kataka razizo ya mungu. Kataka razizo ya mungu. Unungu joto wama ni harumo zero jina. Chazinu wanupa jaka wazo ya. Ataka wangu wa shangaya. Kwa kwenye ata wa msifusuna zero jina. Ndi wanupa jazo ya. Abuaka uribula wa mungu. Wa mansanna fi islami sunnatan hasanat. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Abuaka mungu muema. Mkawa hii mungu ushakeza mungu mjini. Mungu thawu izu insha Allah ta'ala. Awala di matenda rimshukuriye he mubadara mwema ya kufanya unu ya tujambe na rengo wa nani wenye timan waliosome Qur'an na mwana wa jamii yume ndio alhamdulillah rabbil alamin azizi ndi sasa kisa chama daki rogo za miwango ne zidara za zila ndo ni mwani humula kutoka zile peziwa baada ya wiki mafiruko wa nani itakuwa nao samizana akaula wajio wa samizana hata wanawake watawende cha imazamana kwa kuwa renga hapo ndo washashi Bada wika mnyezi mga jara ni katika sasaro kaze nyumba ujuhu Amo katiunga sina markazi ya timu Kawa sina madrasa Yosomesa na ulaza Wanaware kaze tabia hena mna ya Yasta Idan Furaha uyo yu inji kwa sani Hei mzi madazinga muamini za rongo hizo Kwa to shumbia rongo nje mahama Amadazinga Ni wanaha atu mnyezi msupahana wa taala ya mnika Ebahati inu Kujo kaya Wanu mnyezi mgu hamtumbuani, hamrihani, dhuwa mananziru Amri hanika wa mananziru. Amungi yabo, ratine lo, usundiki, utwalagi, unaji, kuti mnamwana. Uri wamzo mziru, nandolo ujua nwena mnawelao, kaya, ikayama bani hao ujua ambaro mfulani, chao kuna ujua uzamba. Nandolo hui kustehe Qur'ani ya hao. Nandolo stahi zetu ambihia. Nandolo fanyajiti hali hata, uundewana che waho wa hukunge. Nandolo tirudu wa markazi. Wende jumwa ndaweso besa, wanashewaho bao, washide waje harmamu hamantena, njeri furahi hawasa hamadani, awenji hamadani, hananisha uwa mtaala. Hamgeza na wezuru muhimu. Emazo hamana waho wana mantena, naduju kabanu, mwesawa hundu nyora, hamzenye wezudu ubiriliwa hapu wakumu, wakaya mnubani shetani ya kufanya hazi, ehanza ya fanyi hata ya menyo wanda, chamyezu musubahana wa mtaala, hezu la ahusu wa kinifala kini kuna wakuru binasi, Shetani kana wawasini, insha Allah ta'ala. Wajuhuka, wanashiwa huwa wajuhawasini. Na wabamja zunu subhanahu wa ta'ala, Qur'ani inu, ikeda laula ilijia kuhinu, lihifadhi, malawe ya hatu. Hayu dhumma ala mjezu ya mburunu, lindu dhumu safara ya rejei. Hayu mbikahu, himiliyata na wajemazinu, mjezu ya mnikezi ajirizahi, na kunduni yani na akira, wa akhiru na wana, alhamdulillahi rabbil alamin. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. كويزي مفنديوات إذا درجة زهانيو هانيو سيبيا كويزي وبباهاتو كويزي وزازي وتكوف ما حضوريا بان سهمي بانو هاو وهميليا زينا له وبابا نو وزازي إكاو دوا سواليتي والي ميزي مكو سبحانه وتعالى wabiriliye wulezi wao wautie harimanzia ya kheri hamadi namna za baba wababa wao na wazazi waniwakili kwezi ni hime banu nishukurie hadani imafundi wajitolea haurenga wakati wao waunike Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karibu Mwenyezi Mungu ya wakubalie zenjema wafanyao Hamasihu hamsana haurumishiha edini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukra ya satena ngari shukuri yao wanwikao ndo wahimilia terongozi rango wakati za ndisa wazishangiria na uzifikiria hata leozi waswili daraja ino. Shukra ya raro ngari shukuri yao emrikao leo harionesa mfano mwema unu wa ukaya zi ardi rizi uwari yao zinu mwana mbioka inna al-ardwa lillahi yuridu haman ya ardi nupia inu ya Mwenyezi Mungu ujotowa hei na mru enzahe ibaki ya hahe hatensiku ya kiyama abonge mbrikao hamiliki ipandesha ardi hei na mnai hashiwa hamsihiri au haonokaya enyumba hili ijofayo wanahangushanga mwini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabo hafanya picha jima yabo haonesale picha lahe maswahaba o wakati Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ya asisa ya Qur'ani lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbuna basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alifasiri eswahaba mtukufu hanyongo haba ya Rasulallah Eben dunia nzao ndo harme nafsa moya hangu dele shabalangu linu baira haa silitowa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amgelewe mwana nyasi jazakallahu khaira uone so mfano mwema unu ukaya kairi kadimisha izori za nzao wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amge kwezi mafundi watukufu wambeni wa baraka leo ngaro ni siwo picha la satena la heri na nyinyi nyitiwa nuwafasiriwa wala wane siwe heri hauka nyinyi antumu sabaka fil khairati nyinyi nduko nyinyi tende daima daima jekali za mbabano haizo leo baka fanyi hata jidid mwenjezo rionese ila jitihadia hatu na wanza edini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu naribarikie, yarisaidie, yarinike, jitihadi, rishangirie zirongozi inu, insha Allahu Ta'ala. Zijazifai, umjiwa hatu, zifai nionsi, neni baba anuandu walioba, enuru ya hatu. Mwenyezi Mungu yarinikayo, iwaswili hataba sangio Kanada, mabaya ziyo ya wana hatu wa mbeni, wasomesa oiho. Mwenyezi Mungu aragoka ya i'madu ala Dauda shukra kalilu min ibadi ya shukuru abongeri hiyo ndio rabao hiyo ya bilwayo ni doktor wa Misri usikura kafanya mahfali ya istiklal Misri basi doktor huo haboka ya i'madu ala Dauda shukra hakaa huru mfundi mkomori ulo zairi usome sura Qur'an hamono hakaurambia si wa komorukaya inu jitihadia hani nde dabukum nde bazoya yani wa komori abonge ngaramba we namna hiyo kamjoni sabie kasi sababu mrogo kaoleo kamchadungana
na kusasamaha ikanja shidana tekeleze na mnayala adhimu na madina mnanabirwa sha gatoka rirumwa na hena mru kulubani adama khatoa khairul khatoa ina tutakwakuna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وخاتم الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بنفسنا علما كل شيء مفتوح وتكوف آل بيت وسلم مولانا طلبة العلم حملة القرآن وسلم وتكوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال حميد من يزم قالت مثل جمازين يا رجال لي يا أم جنوات فزينة سنوات فزينة شما قاو يا كازواني ما فندوات سانيون قميون ونو حقيقة أن سيوه أجبتم كريم أمبنا مهمو بيهو رسمتك يا بلاغا الوجهون لك الرئيس إما لا إهلا لغن ريحاني فتير زلين للمهان هجوان دي أمبي هم بأتيم بيه بون بسولة فلاسيكا إفلاسيكا أمويلة يونكو راحن لغاري لهاو يا مركزي يا خطيب يوم كورا هنايم يا مركزي يا أزهري كورا هنايم لبا على شيء لا بدوك دمامون كورا هنايم جمع قليا إرمضة المباركة يوم كورا هنينا أرض ولا جماعة إما نبي كلمة يو Sio hadali ho kanya wanurishi ndo watende bakar na poroshi na kaza ngao vanua kaza shayuka fahari ekari shindi nende mono na bwari nasibishwa nao ile kaima na sio hadali harija hururi shalar keban rabbana ghfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين من ربنا إنك رؤوف رحيم. يا دوبك دابا كنشكرهم يا زمو لنجا وزين بوا أبادو ما يسمو تيهاني وتي بروبر أمانو كوشيني شاكواني إنا سبادا خيشتون يسكن أم سلم شيطانها ولان ذاب بمتم وهرم روضة ثم كسل هرم روضة شيطانها كان ذنبير ثم هدات جل حتى لم سميز هدات حتى كان ذنب زجارة يمتم كبا يمنكون ما نفتم هذه الأمور نبى تشيل الدوايانو الدوايا سليمان اليمان أزوجهم kwazi eshushina nishika pafuni matu talibisu ibulisa yudwa shizomena wakati basha tonikasi na mdu ya pororda ya poro mdu waza yesu mtualili ya hatai na hala vanojo kwa humrelesa abugiwende kalima ya shukurani ya mbao risiju hadalia رزقوا هذا لي هبوانا رزقوا هذا لي أم تميزنا بوك نعم شكر يا واني زيكو ما فنجسي موجو سبارك كم قام إن شاء الله قال إن ديك يا محفالي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حافظ سورة البكارة ما حكم نميل بهبو يا تميزي هاتين زنجا من يا فنيا وليما
أسنجامي يا فني وليما ويأخذ سورة البقرة أما جزينو إن سنا أمرك ما ولا سنة العملية كنا بورثة من سوق ياما أم تبي ما مش أفهم أم بكايا من حفظ القرآن رفع الله مكانته ومن حفظ السنة قوى الله حجته بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين من رزقه الله علم الكتاب نسخ واستنباط من رزقه الله علم الكتاب رجال من رسالة نسخ واستنباط فقد هذا شرف الدنيا والآخرة حرثنا بكايا استنباط سيبقى إلى يوم القيامة استنباط أسودو كاتين سوى قيامة وقال كلمة رشم مرحبا ويسجد مراكز نزكيز خيري بنوينو يباني شعر وقشا مدينة شاكز وهون بوان جزء القمرينو شنو يباني شهجد نقواتو جاني شوبانو كو دولة إسلامي ولو هرماني مانتو كتون ديو أبو جمل قوي هاتون كنورو زخلاك ولا زكنورو زاكل إذا هاتو زهوة إن أمر الله لا بوسوني ما بيلا حديثكم بزمان يا غلام كل سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك إلى سول باسي حينما كم فيا يا بوسوني ما هو يستحقون أبينا دولة بوسوني ما تو رسي جو أنغامي أنا جو مقام يا هاي أنا جو ما نمي اسمك يا مي هانسي بيني أنا مو كوسومو لك وش لو دريكي أما بينا جوا نيونا تو جوا نبغى نستيقن نبغى نتدمر نبغى أيوة ده ناس هم مبيا وني بوا نواهاتو بلا بيكني توفيقي شو مزاتمان أهلي meugoni mwe baraka ya nemu ndo kofensi ino yesu odungu owaze ne mafundi watinda banu hawadungu hawajenda kwa kakudwa hahe waka mfano hadungu bahinga bora hafadhata barale wao kabla tudere wansila zele wao basa ino kabla usudere dawsi wansila barlo zele wao akanga mondo mwe baraka namungu omundu owat odungu watende bende hale nini ino لو زان جوهر من شريا كارك زبالو جوما المهم دي نمسي بي اجتهادي سنانيا نيشن نانو هرما كومري كامل غورونغو زان سي اجتهادي شان الرو جيتوهم كدوشيوي غيرتوهم وانو كدونزيما ناري جيتوهم كدوشيوي غيرتوهم وانو كدونزيما ناري فاني وانو تزكي امارشي غم دو اجي فاني تزكي انزكي نزيما ولا تزكوا انفسكم هو والحمد لله رب العالمين وفق الله ما يبغى الله صلى الله عليه وسلم قل له الله في نبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه فانا بما علقنا يا ربنا الذي ارفعنا ربي اغفر لنا وفاجرنا لنا وهات الكتب وانسى وذكر ربي وفقنا وافق كل لما
لا شك
rehumuri yabantu ngari wazawoka nyizimu kajawo mbandongo mkuu hamande zihabari zimu razimilale lonando kaya rijermilie waneka o wakifadhe qur'ania ikao za sifazaha o mfume na mwezi mungu wa wasu fungu wa hifadhe qur'ani sihandi wa zuhe ni wakati abange za shukra luto kaya gar shukra mwezi mungu na singa rono na sina furaha habo ya kaya mkao nsema na unu ani de markazu inu ngari undrao mahaleka ondo ribiwe kakarisi harma kabu za karijeri zingushie sibahi efurahando kaya wana warikubalie wabache harma markazi yo mwezi mungu hawa nikajitahi de mafundi waloo na ho nana marunda ngari ya hundrao hawa ya kalelosi marahanani cha hafla hamandi hafla hamanda zinu ngazi jirio nasi ngaro nesawe furaha ya hatu yuende fasiri hinikawo ya hafla ya lelo nasi ngaro mbao haini manada mutoka yonsi ya jikoleye hili ya saidiye nungu hamanda zinu zike juma ugumi bi idhinillahi lkarim zafat Fundação Junta de Dia. O Alessandro Ficará, o Harmachu de Ramandaíno, Chulia Heri Ramandaíno, e o Jazinu, e Furaya, o que eu lembro de Fundali ego nona mnaje ngogo hamada zino karama jhamada inu ikao mabaya zio wakati ununga endao na uhensu harmamiji ya uifandisha ikorari kususa dabe ya kaere kwa ujuna harma mjombeni wana watiti huonu wana watiti wende na uifandiru sofuwa mungu ngogo hamada zino gozi ununa mnaje Bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa salli ala rasulil karim andani nasi mshukura Allah subhanahu wa ta'ala kaunu ya jaidia ya nikatawfiki wanawanu wa hifadhi ni katofiko wa nikaundo wa kuhifadhisha wa jurihia wa pala jitiada ato wa nawanu wa hifadhi ya Qur'ani aruge nungu amada zinu hakika kabati nungu kuharumuli mingunu ya tende ya mbu hifadhi umrungu wa Allah subhanahu wa ta'ala aruge kanu amada zinu si ipariania ani nga ufuraha o panduwa huwa nupi ya paswa tanda minga mina furaha kabisa kabisa waliunga parihani hawa na zijana wa mahamisha shi ikawa hifadhi ya shashamizi subhanahu wa ta'ala aruge ndoka Ariele wa mane namne kawe tunongoza ni swa balo kaya kabati nzia ya ushinevu kisha manada marmo hayatu duniani na hayatu akhira ya teneo mrudifadhi mrungu wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Kesho njone sana kaya ngela dimwa sima bamana ya huone kaundo wa hifadhi Qur'an wa leo kaya hifadhi Qur'an ngela dimi la kisha haruma zezi fuba za huone wanu haruma za kuliza huone wanu ke Qur'an ile wende sawa. Au tahai liye Qur'an ni tizimie kabisa armo na wanu ila dimwa ke wangu wa wahidhiria bimaana wafanye haina usiku batala wasane wake wangu udo soma juzondaru imangwa zifanya wasoma hauso au wazisomao ha hushiliwa ahibu ikawa fanye namna hiyo awo mwendo angalia ngona tsihukume ikawa tsihukume hizo ngwa hifani wafanye muraja wa he Qur'an yontikia yawe Qur'an kena wala wakabisa abange yondo wasiratu nisowa na wanu wakenuo wasani hata heni mdo hifadhi Qur'an au heni mdikaungu hifadhi isangwa nziani chake mungu wa udo hile jayi haka araka araka afe Qur'an yoro ha araka na yo kaisa iroha mnganzi hile jaza boka uziro rano wakati kanu mdo hifadhi mandoni abange yondo wasiratu yansa aruma o wana
نا ومن يسوع سبحانه وتعالى ما ضمنا وإليه وكايا تباتي نزيان سنتين القرآن وكان سكاني القرآن يفتح كل خير أين وصاع زخير وجوز باريس أسباب من القرآن بتصف من الله خير ورقة نجي أي ما تقول لي مسا وقت ما نسيب زمان جدا فيلا ما فيلا تا ما فيلا تا ولا قوم ولا تاو وكولا يا هرمون دمين wala ya harma muda mwiji ima utawa ujoba ki harma yensi uone furaha hamada zini kwa unga zivunda u harma yensi tukanda uone sefura yao harma shuhudi hamada zini matala zinsi dizorazo ya ima inubara nama jangumenienda wana unjia u harma yensi hususa ndo harma mjombeni nano rika udo alone taka waifunga mumada honi watu ujua hui nika wasaidi ya nungu hamada zini eroku hamada zini ngozi honu na mnaje mabafela الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدانين قام شكرين نزيم سبحانه وتعالى نجوم يا ليو رجو سازنغا وزهاتو جهارو ممحفا ليدين يا موانا وكايا زنغو زينو نزيم جوز باريكي نزيم بازي جيز وكايا زنغو دي ميغوني باريزن زيان جيما نزيم قوة جيكيار نكوتو وهي zama lizahatu kaya ikawa na wasoma wa Qur'an ndio ndio mzinguengeza ya la malezi na wakati kao ndo wa riza ya wakaya ndo wakana zenoko zinu nge mwezi mungu ajekia zenoko zinu zijaba sainu gazibu hau haruma mahafala mandani ilo wasaya wa kopeye warenge wakena uvu emanomo do mwema wohe da hau silamu nge mwezi mungu ajekia rengeze miji rengeze nsi ya komori rengeze mji wa mbeni mwezi mungu ajekia uzidu nuru hasibamu ndi Qur'an il-Karim nge ngaru wambia uro wana umero wana washe mwezi mungu ya zidishe tenumoje mazimu nano walobonze siwanrika urika bonze garshukuria mwezi mungu subhana wa taala mungu ya jailia rajabanu nano wana tuwalobonze garshukuria wakaya ngamona uomvayo ikawa wana hatu wajaubanu wakangwa bali ya uomvayo wa dini mwezi mungu ajubariki haruma imabara imana mwezi mungu ya jailia imafundika ondo wasoma lebana fundi ramadhani na fundi sharafa warenge za ngo zinu wasome sawa haruma nchi ya Europe nane nchi ya Canada nane zenti za Azika wao za malezi ama Muhammad Shami wanti pia neze Suma Hamdu neze Said Abdullahi wanti pia mwezi mungu ujo barike mafundiano na singari himidia mga rishkuri yao mwezi mungu wazibu mwezi shuwa wa mtana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa Ewa brike ya jenilo, ewa sima jenio, ewa mtanga jenuo, ewa shuma jenuo, ewa fedha jenuo. Wakaro, wakaro. Wakaro, atamkoba wakongwa. Narumutajia uvanu vanu. Atuelewa. Haya, ewa mvuu, efundi wabundu ya jaji tole ya jafanyi. Awa hiyo soda kajari ya hae, ya itele zao, ujei mbakie maumukala wa mbunia. Afikiri hama. Dabu ya kaka mati mduri ya paruhufa ya rejei ya jarambiezu ya uwa. Shahini mduri ya somesepo raninu ya lawa, amangi harmaza rehema famyezimu. Haini mduri ya saibia, zerongo zinu ya lawa ya hafa, yaramaza rehema famyezimu. Amangi amangariparanao haku, reshangireze na uwezi. Nekara madabanu, amuchurtila manubahi, banu mbenisi lele palashu ya limbahi, mangasina palashio menji, welewa, nasina palashio menji ya somesao, barasio nesema la harumani kalimokaya, lelori parobanu, chamadu jompila riparongo jina, abu, soti pia na mtose idia, hei ni kiasiri bukida, no wanawa, wanawa bire, wasove, changa sinedahati ukabanga sinedhuba inu, amuzania amaka basi palashi, yule usome sapura, alindo harumiti inu, wajumkine kengo wana nyumbama dai. Kita akan melihat apa yang akan terjadi.
مرحبا نكوز نبركو حاكمي شا برنامجي هاتي يا هيدا ولا سمسي مرحبا ميجي مرحبا كويس